السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة عالم المكنسية. اليوم غنقدم لكم تمر معمر بريستيج والنوغا بريستيج. تتم التحضيرات حقوزة. عندنا هنا واحد كمية ديال اللوز اللي طحنتو مع السكر كلاصي، تقريبا عندي هنا ربع اللوز. عندي هنا واحد جوج معالق كبار ديال الزبدة. عندي هادو التزيين، هاد العقيقات هادو التزيين، وعندي هاد نص هلال. ها هو داكشي كيبقى على حسب الاختيار. التزيين ممكن نزينو باي حاجه. عندي التمر، اي كميه ديال التمر بغيتو على حسب شحال غديرو. حليت له، مسحته بالمظهر، التمر مسحته بالمظهر وحيدت له العظم ديالو. عندنا هاد العويدات ديال الطيبات هادو ديال العود، وعندي هادو بشكل اخر. هادو كيتباعو عند اللي كيبيعو المواد نتاع ديال الحلوى. وعندي الشكلاط، راني حطيته في درتو في الباماغي. نبداو على بركه الله. غنديرو هاد اللوز، غنزيدو له جوج معالق كبار ديال الزبده. ديجا درت له انا السكر كلاصي طحنته معاه. دابا غنخلط هاد العقده هادي. ها هي، يعني كتجي رطبه، عقده ديال اللوز، عقده عاديه، ما درت لها لا زهر لا حتى شي حاجه. دابا غنكركبوها البنات، غنديروها على شكل طولي. بالنسبه للسكر كلاصي باش طحنتهم، ديك واحد تقريبا درت فيهم واحد المعلقه غير باش تساعدني الطحانه، باش تساعدني على الطحين. نورمالمون راه التمر حلو، الشكلاط حتى هو حلو، يعني ما نحتاجوش نديرو كميه كثيره. درت انا غير باش يسهل عليا الطحين. الحريبلات ديالنا هما وجدناهم. دابا غنعمرو بهم التمر، نحلو التمره وغنعمرو بيها. واخا ما تسدش ليكم راه ماشي مشكل، تبقى هكا. كنحاولو نقادوها مزيان. ناخدو تمره اخرى عاوتاني نفس الطريقه. هاد التميرات ديالنا معمرين، حنا درناهم، ها هما هنا. دابا جبت الشكلاط، ها هو اللي كنت درتو في الباماغي، ها هو دايب. بالنسبه للشكلاط اختاروا شي نوعيه تكون زوينه باش ما يتجمعش ليكم، كيولي بحال الشمع. غادي ناخذوا التمر، ناخذوا التمره ديالنا. غادي ناخذوا العود، غنحاولوا ندخلوه في الوسط. هكذا، وغنحاولوا نغطسوا في الشكلاط، نخبيو عليه داك الشكلاط. هنا درت واحد الشبيكه، ها هي باش يتصفى لنا الا كان شي زياده ديال الشكلاط. تحتها درت ورق المطبخ باش دغيا كيسهل علينا ديك الزياده ديال الشكلاط، نحيدوها. غنزيدو الثانيه وحنا غاديين حتى نكملو هادشي اللي عندنا. وكنزينوهم واحد الشكلاط سخون، كنزينوهم ب
صبيعه ديال الشكلاط ها هما جاو زوينين. هما دابا كيتسقطروا في هذه الشبيكه هذه، غنحاول نديهم انا المجمد باش اولا غير الثلاجه، مع دابا الحال سخون غيبقى الشكلاط مده طويله باش عادي ينشف لي. غندخلهم شويه للثلاجه باش يشدوا راسهم وغنكملوا الوصفه الاخرى. بالنسبه للوصفه الثانيه اللي غنديروا هاد الشكلاط اللي شطنا، ها هو راه كميه تبارك الله معقوله اللي شطنا. هادي قبضت لها قبضت اللوز حيدت له الجلده ديالو وهرمشتو، اللي بغات تشريه واجد راه موجود. ها هي اللوز مهرمش، غنخويوه على هاد الشكلاط. ها هو حنا خلطتو من بعد. على عندكم قوالب ديال السيليكون خدموا بهم، انا غنستعمل هادو اللي عندي كيجيو زوينين. داكشي كيبقى على حسب الاختيار. غنهزو ما غدهنوهم ما والو، غتخليهم غير هكا عاديين. غنهزو واحد شويه وغنحطو. من بعد نحاولو نقادوهم، غنضربوهم هكا. من بعد ناخذ هذا الكيغدو هذا اللي كيكون مزوق فيه هاد الزويقات هذا من الفوق هكا، او خدموا بالكيغدو العادي ماشي مشكل. وغنحطوا فيه هاد الكيغدو هذا في الوسط هكا. هادو تستعملوهم بالنسبه لاعياد عيد الميلاد، بالنسبه لاي حفله، بالنسبه تستعملوهم للسبوع، ندخلوهم هكا للثلاجه ولا المجمد حتى يشدوا راسهم. بالنسبه لهاد الثانيين قلت انا علاش لا ما نزوقهمش، ندير لهم هاد العقيقات هادو. يعني كل ما زوقتوا الحاجه وزينتوها كتعجب الوليدات وكياكلوها. بالنسبه للوصفه اللي قبل من هذه ديال التمر زوينه، والوليدات كاين شي وليدات اللي ما كياكلوش التمر، هذه فرصه باش انكم توكلوا لهم التمر. جاو زوينين، غندخلهم حتى هما للمجمد ونتلاقاو في النهايه. هذا هو الطبق النهائي، كنتمنى ينال اعجابكم وتجربوه وبالصحه والراحه.